السلام عليكم ورحمة الله. راح نقدم لكم شرح الجزيرة المفقودة عن هجوم التلال. راح أشوفكم المسافة يعني تفرق بالهجوم يعني الوصول. إذا استمنا نحن تمركزنا وراء التل المسيرة راح توصل وراء 3 دقائق، بس أحسن تمركز من هنا واللي بصف على اليمين واللي على اليسار. المسيرة راح توصل بدقيقة واحدة. أحسن مكانات للتمركز هو قدام التل للهجوم عليه. هذا شرح بسيط ومعلومة صغيرة. إذا حبيتوا نقدم لكم أكثر اكتبوا لنا بالتعليق. شكراً.